استاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، ارحب بك استاذ رامي. اهلا بكم. اهلا بك. بالارقام وانت تعمل في الرصد، حدثني عن اعداد المرتزقه التابعين لتركيا واردوغان وابرز انتهاكاتهم بحق المواطنين السوريين. نعم طبعا، وبالنسبه للمرتزقه الذين جثث بهم في ليبيا واصل ليبيا، هناك نحو 16500 من هؤلاء المرتزقه من حملة الجنسية السورية، بينما أن هناك مجموعات أخرى من جنسيات غير سورية الذين كانوا سابقا ضمن تنظيم القاعدة وضمن تنظيم الدولة الإسلامية، يقدر عددهم بنحو 10,000. طبعا عدد القتلى من حملة الجنسية السورية نحو 480، بينهم أطفال، بينهم عشرات الأطفال، بالإضافة لأن عملية تجنيد هؤلاء المرتزقة هي مستمرة من قبل الحكومة التركية وهم رأس حربة في القتال إلى جانب حكومة الوفاق المدعومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. شكرا جزيلا الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معي هاتفيا.